إيوا حضور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤتمر الاتحاد المغربي للشغل تأكد التطور الذي عرفته علاقات الحزبين في هاد 6 أو 7 سنوات الأخيرة، واللي تم التجاوز بهذه كل تلك المشاكل، وها نحن اليوم مع أعرق منظمة نقابية في المغرب كان لها دور في النضال الوطني كما كان لها دور في النضال الديمقراطي من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وأنا سعيد جدا بتواجدي معهم ومتأكد أن النجاح سيكون هو خاتمة هذا المؤتمر. يا إخوان انجحوا في مؤتمرهم ويخرجوا المقررات والقرارات التي تلتقي مع إرادة القوى الديمقراطية في تطوير الديمقراطية في بلادنا.